তোমার সাথে আরো কথা বলবো, এরপর যে তোমার কাছ থেকে কোরআন তেলাওয়াত শুনে নিব। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم تلك آيات الكتاب الحكيم هدى ورحمه للمحسنين الذين يقيمون الصلاه ويؤتون الزكاه وهم بالاخره هم يوقنون اولئك على هدى وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ اتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين وإذا تتلى عليه آياتنا ولى مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء فيها من كل زوج كريم هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال তোমার তালা তো অসাধারণ হাসান, তা আমার অনেক ভালো লেগেছে, দর্শকদের ভালো লাগবে আশা রাখছি। আল্লাহ তালা তোমার ঘন্টা আরও বারাকা দান করুন। আমিন।